الأخبار من الراية. أهلا بكم في نشرة أخبار راي يقدمها لكم علي الموسى، والبداية مع أبرز العناوين. الفلبين تعلق إرسال عملتها للكويت بذريعة الانتهاكات، والخارجية ترد. قبيل مغادرته القاهرة الغانم يشيد بنتائج زيارته وسلسلة لقاءاته بمصر. إن شاء الله نرى الكويت كل سنة وكل عام تحت حضرة صاحب السمو الأمير المفدى، نراها في أعلى أعلى وأعلى. الشيخ ناصر محمد يؤكد أهمية معرض الطيران في تعزيز مكانة الكويت. طقس الكويت موجة غبار تعترض حالة الاستقرار دون تأثر حركة المطار. أنقرة تؤكد بدء عملية عفرين وغارة روسيا، والأسد تحصد أرواح المدنيين. سريعا، ردت الخارجية الكويتية على تصريحات للرئيس الفلبيني تحدث فيها عن انتهاكات تحصل بحق العاملات الفلبينيات داخل الكويت قبل أن تعلق الفلبين رسميا إرسال العمالة إلى البلاد. وجاء الرد الكويتي على لسان نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، والذي أعرب عن الأسف والاستغراب لما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني بشأن وضع عمالة بلاده في الكويت، مؤكدا مباشرة الاتصال بالسلطات الفلبينية لمعرفة حقيقة وأبعاد ذلك التصريح والعمل على تفنيد ما ورد فيها من معلومات مغلوطة. كما أضاف إن إجمالي العمالة الفلبينية المقيمة في الكويت تجاوز 170 ألف مقيم، ولا يمكن أخذ الحالات الأربع التي وردت في تصريح الرئيس للاستدلال أو القياس على وضع العمالة الفلبينية. وذكر أيضا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الحالات في حينه، مؤكدا أن الكويت تحظى بسجل ناصع في التعامل مع العمالة الوافدة، ولديها من القوانين التي تحفظ حقوق تلك العمالة وتنظم علاقتهم بأصحاب العمل وتمنع تعرضهم لأي اعتداء أو إساءة. وقد أكد وزير العمل الفلبيني تعليق بلاده إرسال العمالة إلى الكويت إلى حين التحقيق في أسباب وفاة عدة عاملات فلبينيات. وجاء تصريح الوزير عقب تأكيد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أنه يدرس منع إرسال العاملات إلى الكويت بسبب انتهاكات. قال إن عاملات الخدمة المنزلية يعانين منها، وأدت إلى انتحار عدد منهن في الأشهر القليلة الماضية. وقال دوديرتي في تصريح إنه على علم بالكثير من حالات الانتهاك الجنسي التي مرت بها فلبينيات في الكويت، وأنه بحث المسألة مع وزير خارجيته ويريد إثارتها مع حكومة الكويت. وخلال افتتاح بنك جديد يخدم الفلبينيين في الخارج، قال دوتيرتي إما أن نفرض حظرا شاملا أو نجري تصحيحا، مضيفا لا أريد شجارا مع الكويت، لكن على السلطات أن تفعل شيئا حيال الأمر. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية فاضل أشكناني. بداية أستاذ فاضل، ما تعليقكم على قرار السلطات الفلبينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للقرار الصادر من الحكومة الفلبينية، هو قرار تعليق مؤقت لتصاريح السفر لدولة الكويت وليس إيقاف نهائي، والتعليق مرتبط بالانتهاء من أسباب الوفاة، وبمجرد صدور التقرير النهائي لأسباب الوفاة للأشخاص المذكورين في هذا التقرير يعتبر هذا القرار ملغي لأنه عرف السبب.
بالنسبة للحالات اللي ذكروا عنها أنها هي متوفية، هي كلها الأربع أو خمس حالات الموجودين، منهم حالتين قضاء وقدر توفوا شابين صحن، واثنين منهم واحد قتل صديقته من نفس الجالية، والحالة الأخيرة الانتحار في منزل المواطن الكويتي، وهي العاملة نفسها ذاكرة على أنها تعاني من حالة اكتئاب، وذلك موثق على حسابها الشخصي الفيسبوك، ولم يتبين لغاية الآن من المتسبب في هذه القضية. وهذا الشيء لا دخل للكويت ولا المواطنين في مثل هذه الحالات. إذن كيف قرأت التهم الموجهة إلى الكويت، سيما وأن الخارجية أكدت أنها مغلوطة؟ صدور هذا القرار بالحكومة الفلبينية أنا أعتبره كشخصي قرار متسرع ومغلوط، ولا يجب أن توقف العمالة بشكل مؤقت بناء على معلومات مغلوطة، وخاصة أنه لغاية الآن لم يضع ما صار الوقت الكافي، ما صار لهم أكثر من معظم الحالات ما صار لها أكثر من شهر في الكويت. يعني شلون يعني لازم ينتظرون التقارير النهائية، وعندهم سفارتهم تقدر تتابع هذا العمل. نعم. وتاخذ تقارير نهائية وترسلها لحكومتهم أساس لا تصير في لبس هناك في المواضيع هذه. إذا في حال استمرار القرار لفترة طويلة قبل أن يتضح حقيقة الأمر للسلطات الفلبينية، هل من السهل تعويض تلك العمالة بجنسيات أخرى؟ والله في الوقت الحالي احنا عارفين ان الموضوع موضوع يعني عندنا كم دوله فاتحين ومو متضحه الرؤيه لغايه الان، ما اقدر انا افتي فيها لغايه ما تتخذ الاجراءات في فتح دول اخرى يعني. نعم، كان معنا عبر الهاتف رئيس الاتحاد الكويتي لاصحاب مكاتب العماله المنزليه فاضل اشكناني، شكرا جزيلا لك. في شق إخباري منفصل، أعلن النائب السابق مسلم البراك عودته إلى الكويت من منفذ الخفجي. نفت وزارة المالية صحة ما تم تداوله من تصريح منسوب لصندوق النقد الدولي بعدم وجود عجز في موازنة الكويت، مؤكدة عدم صحته إطلاقاً. وقالت المالية إنه لا صحة للتصريح المنسوب لصندوق النقد الدولي الذي يزعم عدم وجود عجز في الموازنة العامة للدولة، واصفة الخبر بأنه مفبرك. كما أضافت أنه على العكس مما أثير، فإن بعثة صندوق النقد الدولي للكويت أثنت على الإصلاحات المالية والاقتصادية وفق أحدث تقرير حول الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، وذلك في أعقاب زيارتها الأخيرة للبلاد في نوفمبر الماضي. في تصريح لها قبيل مغادرته القاهرة، أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بنتائج زيارته إلى مصر، والتي تضمنت لقاءات مع كبار المسؤولين المصريين وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى مشاركته في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس. وألفت الغانم إلى أن الزيارة شهدت العديد من اللقاءات المهمة، وأولها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نقل له رسالة شفهية من أمير البلاد، وأيضا كلف بنقل رسالته للأمير. كما أضاف إن البرلمان الكويتي يمثل كل البرلمانات الخليجية بحكم رئاسته للمجموعة الخليجية في هذه الدورة، وعليها تحدث في لقاءاته عن التنسيق بين البرلمانات الخليجية والبرلمان المصري، تمهيدا لتنسيق المواقف في العديد من المحافل البرلمانية القارية والدولية والتحركات التي ستتم في المستقبل. وقد وصل الغانم إلى البلاد مساء اليوم عقب اختتام مشاركته في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس. في نيويورك التقى الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وذلك على هامش أعمال اجتماعات مجلس الأمن. وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بدور الكويت والتعاون الوثيق القائم بينها وبين الأمم المتحدة والإسهامات البناءة التي تقوم بها في دعم أعمال الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة، سيما في الجانب الإنساني منها. كما تم خلال اللقاء استعراض مجمل القضايا والمواضيع على الصعيدين الإقليمي والدولي، والقضايا محل الاهتمام المشترك.
خلال جولته الميدانية في معرض الكويت للطيران، ثمن رئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد جهود القائمين على المعرض، مؤكدا أن دولة الكويت ستكون منافسا في سوق الطيران بالمنطقة، وأن المعرض سيعزز من مكانتها الاقتصادية والاستثمارية ضمن الرؤية السامية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. نحتفل اليوم كما كان الاحتفال في الافتتاح يوم الأربعاء القادم في هذا المهرجان الكبير لأول مرة في الكويت تحت رعاية حضرة صاحب السمو الأمير المفدى. نتقدم بالشكر لسيد حضرة صاحب السمو الأمير المفدى برعايته، ونشكر الجميع الأخوة اللي قاموا بهذا العمل الشاق الذي حط وضع الكويت في المجال الدولي. نكرر شكرنا كذلك إلى الجميع الأخوة الذين شاركوا في هذا التجمع، وعلى رأسهم الأخ الشيخ سلمان صباح مود الذي ساهم كأنه رئيس للطيران المدني، وجميع زملائه والأخوة الكرام لنجاح هذا التجمع الكبير. وإن شاء الله نرى الكويت كل سنة وكل عام تحت حضرة صاحب السمو الأمير المفدى، نراها في أعلى أعلى وأعلى. وفيما تتعرض البلاد لموجة من الغبار إثر نشاط حركة رياح، قالت الإدارة العامة للطيران المدني إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية رغم الغبار. أوضح مدير إدارة الملاحة الجوية عادل بوريسلي أن حركة الطائرات لم تتأثر بحالة الجو الحالية، مشيرا إلى إلغاء جميع العروض الجوية المصاحبة لمعرض الكويت للطيران الأول بالتنسيق مع الجهة المنظمة، على أن يتم استئنافها غدا في حال تحسن الجو. ذكر بوريسلي أن مستوى الرؤية المسموح بها في الإقلاع والهبوط يعتمد على ما تسمح به المعايير المتبعة في المطار، إضافة على ترخيص الطائرة وترخيص الطيارين. وكانت الإدارة العامة للإطفاء قد دعت مرتادي البر والبحر إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر جراء هبوب رياح تزيد سرعتها على 60 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر في بعض المناطق. ودعت الإطفاء الجميع إلى متابعة الحالة الجوية في البلاد، مشددة على أن كل مراكز الإطفاء البرية والبحرية والمطارات تعمل بكامل جهوزيتها، واتخذت كل الاستعدادات اللازمة للتعامل مع البلاغات الطارئة والإنسانية على هاتف الطوارئ. أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أن عملية تركيا في منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا بدأت فعليا بقصف عبر الحدود، لكن لم تتحرك أي قوات إلى المنطقة. وقال جانيكلي إن تركيا تطور أنظمة أسلحة لمواجهة الصواريخ المضادة للدبابات التي تستخدمها وحدات حماية الشعب الكردية، مضيفا سنقضي على جميع الشبكات والعناصر الإرهابية في شمال سوريا. بدورها قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية إن القوات التركية أطلقت قرابة 70 قذيفة على قرى كردية في منطقة عفرين، متعهدة برد قوي على أي هجوم بري نحو عفرين.
دعا مستشاران أمميان مجلس الأمن الدولي إلى إدانة أعمال العنف والقتل التي يتعرض لها المدنيون السوريون في محافظة إدلب والغوطة الشرقية بريف دمشق جراء غارات النظام السوري والطيران الروسي. جاء ذلك بحسب بيان مشترك شديد اللهجة صدر عن كل من أداما دينغ المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية وإيفان سيمونوفيتش مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمسؤولية الحماية، ولفت المستشاران إلى عدم إمكانية التغاضي والصمت عن الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين يوميا وتودي بحياة العشرات. الخام يحافظ على مستوياته القياسية. تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 9 سنتات في تداولات أمس ليبلغ 66 دولارا و3 سنتات وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس انخفاضا طفيفا وسط حالة من القلق وتوقعات بارتفاع كبير في الأسعار نتيجة التخفيضات الإنتاجية التي تقودها منظمة أوبك بما يؤدي إلى زيادة في الإمدادات من الولايات المتحدة. رماة الكويت في صدارة المنتخبات، التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. توج المنتخب الكويتي بلقب بطولة الأميرة الكبرى 7 للرماية بتحقيقه المركز الأول، وحصد رماته ورماياته 10 ميداليات متنوعة المعدن لتتوج البلاد بالبطولة. تقرير أحمد العنيزي يستعرض ختام فعاليات البطولة. تنظيميا وإداريا وفنيا نجحت الكويت في استضافة بطولة الأميرة الكبرى 7 للرماية التي أشرف على تنظيمها الاتحاد الكويتي للرماية وتحقيق لقبها بجدارة واستحقاق باصطياد 7 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة. مثل ما عودونا أبطالنا اليوم لله الحمد 3 ذهبيات في رماية المسدس الهوائي 10 متر البطل حمد النمشان ذهبية، وأيضا اليوم في رماية السكيت أيضا سيدات البطلة إيمان الشماع، وأيضا الآن ذهبية البطل عبد الله الطرقي رشيدي، وفضية أيضا البطل منصور الطرقي. طبعا كانت مستويات اليوم الفنية عالية جدا واستمتعنا بنهائي مميز، وإن شاء الله طبعا اليوم الكويت لله الحمد متصدرة هذه البطولة. الراميات أبدعنا في البطولة، فتمكنت الرامي أيمان الشماع من تحقيق لقب السكيت، فيما نال الرامي المخضرم عبد الله الطرقي لقب السكيت للرجال تاركا المركز الثاني لزميل عبد العزيز الفيحان، فيما حقق الرامي حمد النمشان لقب مسابقة المسدس الهوائي. بالنسبة هاي البطولة تعتبر من أحد أقوى البطولات هنا عندنا بالكويت، الحمد لله طلعنا قبلها معسكر وتمرنا فترة طويلة، خاصة أن الحين قمنا نرمي مع نفس الشباب، يعني البطولة صارت على يومين الحمد لله. خلال أول يوم وثاني يوم قدرت أن أوصل نتيجة حلوة تأهلني للفاينل، الحمد لله بالفاينل يعني عطيت كل ما عندي عشان أحقق النتيجة الحلوة. الحمد لله حاولت كثر ما أقدر، ضغطت على روحي بس حالفني الحظ ناخذ المركز الثالث، والحمد لله أخذت وصديقة من الكويت حصلت الأول، ومنافسة وايد كانت قوية واللهم لك الحمد،
طلعنا بشيء بنتيجة حلوة. هذه البطولة تعتبر استعداد لبطولات 2018، والحمد لله النتيجة كانت نتيجة مشرفة، والنتيجة ممكن أنها تدخلني في فاينل بطولة العالم 122 من 125، وإن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله راح نحل مشكلة ثلاث أطباق هذه إن شاء الله، ونحصل على مقعد أولمبي إن شاء الله في سنة 2018 بدعم بفضل من الله ودعم من سموه حضرة صاحب السمو أمير البلاد. مسك ختام البطولة كان بتتويج الرامي أحمد العفاسي بمدالة الذهبية لمسابقة الدبل تراب، فيما حقق زميله الرامي سعد المطيري المدالة البرونزية. حصلت على المركز الثاني مع منافسة ويا البطل الأولمبي عبدالله الطرقي، منافسة شديدة والحمد لله على كل حال حققنا المركز الثاني. لما كنت ترمي الأول كان عليك ضغط أكثر من الثاني ولا؟ والله الفاينل كله ضغط. حققت بحمد الله ودعوات اخواننا حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة سيدي صاحب السمو امير البلاد، وهذه هدية لجميع كويتي ان شاء الله. وبازدال الستار على النسخة السابعة تصدرت الكويت الترتيب النهائي للدول المشاركة برصيد 10 ميداليات، وجاءت عمان في المركز الثاني بذهبية وفضية، وحلت تونس في المركز الثالث بذهبية وبرونزية. احمد العنزي، الراي. شهدت دول في المنطقة أجواء عاصفة كما هو الحال في الأردن، التي شهدت تساقطا للثلوج بعد رياح تجاوزت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، خلفت وراءها بعض الآثار، فيما انخفضت درجة الحرارة في مناطق متاخمة لها في الأراضي السعودية. وهنا في الكويت سجل انخفاض في درجات الحرارة، فيما شهدت أجواؤنا اليوم تحولت ما بين أجواء الصحو صباحا ونشاط في الرياح المثيرة للغبار، حيث بلغت سرعة الرياح من 20 إلى 50 كيلومتر في الساعة. وللتعرف على الأجواء المتوقعة ينضم إلينا عبر الهاتف خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان. أستاذ عيسى، تساؤلات اليوم عن انقلاب الهواء عندنا في الكويت إلى كوس رغم تأثر المنطقة بمنخفض ورياح شمالية كما هو الحال في الأردن، هل هذا طبيعي؟ نعم، حاليا نحن نتأثر بنفس ما تفضلت بأن كان علينا منخفض جوي، ولكن نحن في ذيل هذا المنخفض الجوي. النصف الأيمن من المنخفضات دائما تأتي معها الرياح الجنوبية الشرقية، وعادة ما تكون دافئة، ولكن نشاط الرياح أثار الغبار. ومن ثم مثل ما حصل في الأردن في شمال المملكة العربية السعودية بفعل دخول الجبهة الهوائية الباردة في النصف الآخر من المنخفض الجوي، والذي يتبعه مرتفع جوي بارد. الآن مثل ما نلاحظ درجات الحرارة في مناطق اللي هي الشمالية من المملكة العربية السعودية تتراوح فيها درجات الحرارة ما بين 7 درجات إلى 10 درجات، وكذلك في الأردن. لذلك كانت مثل موجة برد قوية فنزلت اللي هو الثلوج. احنا الآن متوقع كذلك أن تنخفض درجات الحرارة وتكون دون 20 غدا صباحا. كذلك اللي هو الغبار المنتقل من خارج الكويت الآن بدأ يؤثر على الكويت مثل هذه الساعات الحالية، وبدأت كذلك مدينة الكويت تتأثر بعدما تحولت الرياح الشمالي الغربي، ومع دخول هذا المرتفع وتحرك المنخفض الجوي شرقا إلى الهضبة الإيرانية. فمتوقعين احنا الرؤية تستمر منخفضة الآن في مطار الكويت، انخفضت الرؤية الأفقية إلى 400 متر، كما هي كذلك في المناطق البرية ما بين نصف كيلو إلى أقل من كيلو الآن الرؤية. الرياح كذلك النشطة على المناطق البحرية تزيد عن 50 كيلومتر، لذلك الموج والارتفاع كبير في الأمواج، متوقع استمرارها لجزء من نهار الغد كذلك. لا ننسى أن غدا الغبار يستمر في أول الصباح مع انخفاض درجات الحرارة والرياح الشمالية الغربية، ومن ثم يبدأ التحسن إن شاء الله من بعد ظهر الغد، وخلال المساء يترسب معظم هذا الغبار، ولكن الأجواء الباردة تستمر ليومين إن شاء الله. بعدها في دفء بسيط وانخفاض أكبر من الحالي كذلك متوقع في نهاية الشهر وبداية شهر فبراير. فالأجواء المتقلبة يعني نتوقعها وبشكل سريع الآن في الفترة المقبلة كذلك، من يعني تحرك المنخفضات سريعة وتتبعها مرتفعات أخرى وعدم استقرار في الطقس، وقد تكون هناك
صولات وجولات الغبار كذلك، يعني الأمطار شحنة. وماذا عن الأمطار أستاذ عيسى غدا بإذن الله؟ مثل ما تدري أول لو كانت أمطار كان هطلت علينا اليوم، لأن بعد دخول المرتفع الجو الآن في بعض السحب كان في يمكن رشات خفيفة أو متفرقة تكون مع هذه السحب، ولكن نتعرض لجفاف شديد والمخفضات بعيدة شمالا يعني ما بين الحدود اللي هي العراقية التركية والسورية، فإحنا في ذيل هذه المخاولات هذه السنة لأن مساراتها ابتعدت شمالا عن منطقة الجزيرة العربية، لذلك الثلوج تحصل أحيانا مثل في المرتفعات يعني في تبوك في القريات أو مثلا في المناطق في الأردن أو كذلك لبنان، إحنا نحن فقط السحب العابرة وبعض الرشات الخفيفة هذه اللي قاعد نحصلها، فالجفاف مستمر للفترة المقبلة، يعني السنة احنا نتعرض لمعدلات دون المعدلات العامة مثل ما نلاحظها، والجفاف الذي يكون مستمر لفترة شهر فبراير كذلك. نتمنى إن شاء الله أن تتغير الأحوال يعني في الفترة المقبلة خلال فترة شهر مارس وأبريل حيث فترة السبك وكذا، ولكن مثل ما تلاحظ هذه السنة يعني ليس فقط الكويت كذلك المملكة العربية السعودية وأقليمنا بشكل عام وجنوب العراق تتأثر باللي هي موجة الجفاف الشديدة. نعم كان معنا عبر الهاتف خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان، شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا معكم لنهاية نشرتنا لهذا اليوم، وقبل ختامها نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب، ويمكنكم أيضا مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي يوتيوب. في أمان الله.